وحول كلمة جلالة الملك المفدى معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. مساء الخير سيد علي. مساء الخير، وكذلك انتهت الفرصة لمسي الخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. كلمة جلالة الملك تناولت عدة نقاط مهمة، ما هي قراءتك لما جاء في مضمون كلمة جلالته؟ شكرا جزيلا، وأعتقد أنه في البداية يجب أن نسجل وقفة إجلال وإكبار إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا القائد الحكيم والراعي الأول للطموحات الوطنية الرفيعة، صاحب الرؤية الثاقبة والملهمة، والذي عبر بحق في كلمته اليوم وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طموحات شعب البحرين. هذه الطموحات التي عبرت كلمة صاحب الجلالة اليوم عنها أمام ممثلي دول العالم قاطبة. بالعودة إلى سؤالك وحول أهم ما جاء في الكلمة، أعتقد بأن خطاب جلالة الملك المفدى جاء شافيا ووافيا وشموليا، عبر عن رؤية حضارية، وأعتقد كذلك بأن هذا الخطاب قد شكل نافذة أطلت وعبرت عن حكمة وخبرة هذا القائد. وكذلك أعتقد بأن هذه النافذة هي فرصة لدول المنطقة والعالم لقراءة مضامين الخطاب السامي من أجل أن يكون العالم أكثر استقرار، وأن يكون إن شاء الله المستقبل أكثر إشراق للدول وشعوب العالم قاطبة. الخطاب طبعا تضمن العديد من النقاط الهامة. تحدث الخطاب عن رؤية البحرين لدور منظمة الأمم المتحدة، حيث أن الخطاب أكد اعتزاز المملكة بهذا الدور الكبير الذي تطلع به منظمة الأمم المتحدة، وكذلك رؤية البحرين في أن هذه المساهمة الكبيرة التي تقوم بها هذه المنظمة في تكريس التعاون الدولي والحفاظ على السلام العالمي مهم. الخطاب كذلك أشاد وبشكل واضح بمساعي الأمين العام للمنظمة في تسوية النزاعات وطرح الحلول والمبادرات، وأكيد ترسيخ تعزيز وحماية حقوق الإنسان. نعم. الخطاب كذلك تناول موضوع مهم جدا، وهو كيف ترى البحرين أن السلام العالمي سيتحقق، وكيف ترى البحرين أن التحديات الراهنة يجب أن تواجه. الخطاب أكد رؤية مملكة البحرين في أن تحقيق السلام والاستقرار العالمي هو واجب على كل الدول الأعضاء. هذا الواجب تقوم به هذه الدول مجتمعة، وأن الحقيقة في تحقيق هذا الواجب على أرض الواقع هو أن يكون هناك عمل مشترك. والخطاب أمانة قد أعطى مثال حي على ذلك، حيث أشار الخطاب السامي إلى تفشي جائحة كورونا أو كوفيد 19 والحاجة الماسة إلى أن ننحي جميعا الخلافات جانبا، وأن نعمل على تقوية مجالات التكاتف الإنساني. وكذلك دعا الخطاب دول العالم لأن ترفع جاهزيتها، وهذا أعتقد بلا شك لفتة حضارية أكدت على شمولية الرؤية الملكية السامية، وترجمت مدى حرص العاهل المفدى على أن يعكس هذا الخطاب النهج الحقيقي أمانة الذي تتبناه مملكة البحرين. نعم. والذي يشكل إذا أذنت لي انطلاقة رئيسية في كل خطوات المملكة، ويعبر كذلك عن مرجعية هامة لكيف تكون علاقتنا نحن في مملكة البحرين مع باقي دول العالم، بمعنى أن البحرين هي شريكة تعمل بفاعلية وبمسؤولية مع كل دول العالم لمواجهة التحديات والأخطار. وأعتقد بأن الخطاب عندما نقل تجربة مملكة البحرين وجهودها الناجحة في مواجهة الجائحة الأخيرة، وكيف أن البحرين قد يعني عملت وفق رؤية ووضعت تدابير وطنية، هذه التدابير فعالة، وهذه التدابير ساوت بين المقيم وبين المواطن في لفتة إنسانية كبيرة، لأن مملكة البحرين قد قدمت خدماتها للجميع. الخطاب تطرق إلى موضوع مهم كذلك في مضامينه، وهو موضوع استقرار المنطقة، حيث تطرق الخطاب على أن أو تناول الخطاب آسف بأن المملكة حريصة على أمن واستقرار المنطقة. نعم. وأن المملكة لديها نهج راسخ في الانفتاح. نعم. والتعايش، وأشار الخطاب أكيد إلى الإعلان التاريخي والشجاع والحكيم في إقامة العلاقات مع إسرائيل، كما دعا كذلك إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني. نعم. الإسرائيلي، ووضع الخطاب في هذا الجانب أن يتم ذلك وفقا لحل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية وكذلك مبادرة السلام العربية. نعم، سعادة السيد علي العرادي اكتملت الفكرة عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.